غادر أحمد عيسى منذ أيام عدة مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، حيث عاش طوال حياته وترك خلفه الكثير من الأقارب والأصدقاء. اليوم وقد صار في مأمن في بلدة الضعين الواقع على بعد 150 كيلو مترا شرق نيالا، جلس في مقهى صغير ليكتب رسائل من أجل الاطمئنان عليهم. والله يعني احنا يعني كمواطنين مدينة نيالا بعد الحرب دي ما بدت، في كان صعوبة اصلا في 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 انكم تتواصلوا حتى داخل الاحياء. بعد اشتداد المعارك والحرب بعد ما زادت، بقينا طلعنا من المدينة عشان ننجو بانفسنا، فخلينا الناس هناك اصحاب واصدقاء وحتى اهلنا يعني خليناهم في نيالا. ومع توقف خدمة الهاتف والانترنت وتحت القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عادت الرسائل المكتوبة باليد لتصبح وسيلة التواصل الوحيدة في دارفور. الليلة انت بتنتظر اسبوع عشان الرسالة تمشي، ما معروف هم يجيبوها 200 او ما معروف هي يلقوها او لا، وحتى لو لقوا الرسالة وقروها البدمن ليش انه هم يكتبوا رسالة ويجيبوها ليراجعة يعني. هذه الرسائل لا يحملها ساعي بريد كما في الماضي، وإنما ينقلها سائقو حافلة النقل المشترك. ومنذ عدة أسابيع يتوافد على مكتب السفر هذا عدد كبير من الأسر التي ترغب في معرفة أي أخبار عن ذويها في نيالا. تجينا الرسائل أو تجينا الجوابات مكتوب، الناس الأهالي بيجوا يعني الناس عشان تطمئن على أهل هناك، والهنا عشان يرسلوا الناس أو يوم جاينا بس خطابات ناس تستلم. يجي يستلم الخطاب يشوفه يقراه ويرجع يكتب لنا ثاني جريد ثاني نشيله ندينا الناس العربات رجعوه يشوف الرد عنده شنو كمان، وثاني من هناك يشيل ثاني يجيب لنا. الاتصالات دي من انقطعت بس شغالين يعني كذا بس. والطرق المؤدية إلى نيالا مليئة بالعثرات، فبعد الجرينة عاصمة غرب دارفور التي أصبحت في حزيران يونيو شاهدا على عودة العنف الإثني، باتت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتركز الآن في نيالا. وخلال 10 أيام في آب أغسطس فر أكثر من 50,000 شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد الخرطوم وفق الأمم المتحدة.